علي بومنجل محامي المجاهدين في الثورة التحريرية، انزاد في 24 مايو 1919 بغيليزان في عائلة مثقفة. باباه كان أستاذ، أخوه كان محامي. كبر علي بومنجل وقرر يكون كما أخوه. بعد ما تحصل على الباك قرا الحقوق في البليدة، وين تعرف على بزاف شخصيات ثورية كما بن يوسف بن خدة وسعد تحلب، وخاصة عبان رمضان اللي كان قريب ليه بزاف لدرجة قنعه يخدم في شركة شال. ومعاه بدأ النضال على جال القضية الجزائرية. انضم لحركة حباب البيان في 1944، وبعدها كان في الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري قبل ما ينخرط في الأفلان ويولي مستشار في لجنة التنسيق والتنفيذ. وكان تاني محامي تاع المجاهدين اللي تشدهم فرنسا. ما بصح الدور الكبير اللي لعبوا في الثورة التحريرية كان التعريف بالقضية الجزائرية في الخارج، وين أسس المجلس العالمي للسن، ورجع يحكي على القضية الجزائرية ومعاناة الشعب الجزائري في المحافل الدولية. فرنسا اللي كانت حابة تغم الثورة في الداخل ما عجبهاش النشاط تاع علي بومنجل، وبدأت تعس فيه حتى لقت السلطات تاعها القبض عليه في عام 1957، وين داوه المركز التعذيب اللي جاي في بولفار كليمونسو اللي اسمه درك بولفار علي خوجة، وهو نفس المركز اللي تعذب فيه موريس أودان والصحفي أنغي علاك. بعد 43 يوم من التعذيب اللي محبش، علي بومنجل رفض يتعاون مع المستعمر، فرماوه من الباطمة في البيار من الطابق الخامس وقالوا باللي انتحر. الحقيقة ما تكشفتش غير في عام 2001، كي بول أوزاريس منفذ العملية اعترف بهذا الشيء في كتابه. عائلة علي بومنجل مازالها تستنى اعتراف رسمي بهذه الجريمة، كما الجزائريين كاع اللي مازالهم يستناو فرنسا تعترف بجرائمها وقت الاستعمار، وحتى لهذاك النهار نقول ربي يرحم الشهداء.